استاذ ناصر ترك معانا. اهلا 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 استاذ يوسف، كل سنه وانت طيب يا ناصر بيه، او يا حد ناصر لك. بقى دعينا لك في عرفه والله. والنبي صحيح دعيت لي ولا لا؟ بجد اه والله دعيت لك، انت وصيتني قبل كده وانا دعيت النبي. اه ربنا يديله على قد نيته، انا دي اهم دعوه عندي. انت قلت لي بس انا دعيت لك لان انت ربنا يكرمك ويوفقك دايما يا رب. يخليك لينا ناصر بيه، كلمني عن الحج وعن وقفه عرفه النهارده والناس والمجموعه بتاعتنا الحجاج المصريين اللي موجودين معاكم. الحمد لله، يعني كان يوم الحمد لله مر بسلام، يعني كان التصعيد من مكه لعرفه تم بكل سهوله ويسر، لان في تنظيم شديد السنه دي انه لازم يبقى كل الحجاج حاملي بطاقة نسك الزكية اللي فيها كل بيانات الحج من إقامته من انتقالاته من مشاعره من حتى اللوكيشن بتاعه. كان زمان الناس ممكن لو تاه حتى ما حدش بيعرف يرجعه المعسكر، لما دلوقتي بالباركود اللي على البطاقة أعرف أوصل له على طول من خلال الباركود اللي على البطاقة. طبعا تطور مميز جدا وخدمات مميزة جدا والحمد لله، يعني هي كان درجة الحرارة عالية إنما الحمد لله التكييفات كانت مميزة وكل حاجة في عرفة الحمد لله، يعني كان لا ينقصنا إلا وجودكم جميعا، لأن أنت عارف الواحد بيبقى عايز كل حبايبه يكونوا موجودين معانا كلهم في هذا اليوم العظيم. هو ربنا يرجعكم لينا كلكم بالسلامة، ويا رب يا رب يكتبها لنا السنة الجاية إن شاء الله نطلع سوا بقى بأمر الله سبحانه وتعالى. ربنا يقويك والناس والناس كويسة صحيا كويسين. النفرة تمت برضو بسهولة، في ناس دلوقتي معظم الناس في مزدلفة، في ناس هتمشي على مكة وفي ناس هتروح على منى وفي ناس هتنقص للفجر في مزدلفة تصلي الفجر ثم تنتقل إلى منى أو تنتقل إلى مكة تطوف طواف الإفاضة ثم ترجع المبيت في منى. هي بس احنا كنا بس عملنا توعية كتيرة جدا ان منطقة منى السنة دي زحمة جدا والمساحات ضيقة، يعني المساحة الحج بالخدمات بياخد 90 سنتيمتر، فطبعا 90 سنتيمتر بالخدمات يعني معناها انه ايه، احنا طلعنا من فضيلة المفتي جزاه الله خير انه المبيت في منى لأصحاب الأعذار وكبار السن يعني ما عليهوش اي دم، وده وزعنا الفتوى كلها على كل الحجاج ان كبار السن يفضل المكوث في مكه لحفاظ على صحتهم وسلامتهم من اي تعرض لازدحام او خلافه. صحيح. وان شاء الله في مشرفين على اعلى مستوى هيحركوا الناس يومي، ما في يبقى ما فيش مبيت، يعني يرجم ويمشي يرجع تاني سكنه الى مكه معزز مكرم عشان ودي يرجع. خدنا بيها فتوى شرعيه، ده فتوى شرعيه ونشرناها، الفتوى منشوره برقم وبعتناها منشوره تماما على موقع دار الافتاء، جزا الله خير فضيلة المفتي يعني استجاب فورا معه وطلع الفتوى، وطبعا الفتوى دي بعد كده تتبعها عايز الدول عملت زينا، يعني كذا دولة إسلامية خدت نفس الفتوى وطلعتها برضو لحجاجة لأن دي المساحة لكل المسلمين مش للمصريين بس، يعني طبعا التوزيع ما فيهوش يعني كل الفتوى واحد ما فيهاش جنسية، لا والمساحات السعودية عندها العدالة، يعني مش بتدي دولة عن دولة، كله المساحات واحده. ايوه طبعاً. كل الدول الاخرى نفس الشيء عشان تراعي برضو حجاجها، طلعوا الفتاوي على اساس الناس المبيت يعني ما بقاش لازم فرض عليهم، لا انه يرجع سكنه او اصحاب الاعذار يوكلوا ويمكثوا في فنادقهم في مكه معززين. أيوة. والحج عرفه طبعا 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 طبعا. والنبي هوصيك على زميلنا وصديقنا العزيز جابر القرموطي، قالوا لي ان هو طلع على الحج السنه دي فخد بالك منه ما بيستحملش الحر ده، والنبي يا ناصر بيه ربنا يخليك، خلي بالك على نفسك يا جابر وادعي لنا ربنا يرجعه يا رب بالف سلامه. بالمناسبه جابر القرموطي ده واحد من اجمل واطيب واروع وانقى خلق الله حقيقي، يعني ربنا يرجعه بالسلامه. لا يتصل بجابر طبعا، انا هحاول ابعت له مسج لسه عارف دلوقتي والله بيقول لي جابر طالع الحج، هبعت له مسج بقى علشان يدعي لي كده على طول، يعني دعوه باسم الام على طول. اشكرك جدا 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 ناصر بيه ترك، الحاج ناصر ترك عضو اللجنه العليا للحج والعمره من مكه المكرمه.